السلام عليكم. بداتي كديرين بخير؟ لاباس عليكم؟ الصحه بخير؟ اش تعاودوا؟ الحمد لله، بسم الله على بركه الله. غنصايب مع نطيب معكم الغداء، الغداء ديالي ان شاء الله غنصايب الطاجين الغداء. ودي مشى ليا الغداء اللي كبرت شويه، هو خاص يتحمى وخاص يقدر يبرد. يمكن انا دورت لكم التليفون بزاف ولا هادشي. دابا مزيان، انا غندير شويه الدجاج بالبصله والزبيب. عندي الدجاج جبته البارح، خاصكم غندير غير شوية حيت حنا غير فلاك. نقول لها هادشي درتيها شوية، درتي غير شوية ياك، إلا كنت غندير بزاف غنرمي الدجاجة كاملة ياك. قلب على داك الطروفه صغار. اما الكسرات ديال الدجاج راه مكاينينش، درت بيهم البارح، درت بيهم الحريره. خصني نغطي، ماشي جبد جبد نعناع. ممكن نهضر مع راسي ندير واحد الدرس ديال التومه. التليفون ديالك كيفقصني. ملي ما بقيت كنحط التليفون لهاد الجي ولا معكس، وكان ملي كنحطو العكس كنلقى مشكل مع الشعر. ضروري كنحسني نصور معاكم حتى الليل، وداك الفيديوهات ديال الليل كيجيو شويه مظلمين، ماشي بحال الفيديو ديال النهار. انا كنصور في الصباح كيبان ليا الفيديو شويه، تكون الجوده ديالو شويه زوينه شويه واضحه. واخا التليفون الصراحه خصني ناخذ ايفون ديو معايا، ما طيبت معايا ربي يسهل عليا وناخذ. يعني انا كنبكي غير بوحدي و الا زدت البصله خلاص كنقول ندير لها ديك التقطيعة عشوائية، ما عرفت جي كنبصلني ريحتها من عينيا قطعت مقاني قطعتها ساليتها. عرفتي راه كتقهر، يعني كتقهر لي البصلة سبحان الله العظيم. كاين بعض الناس كنشوفهم كيقطعو البصلة ولا ما عم كيتسوقو، انا هادي انا البصلة كيفكيني سبحان الله العظيم بزاف ماشي شويه. شوف انا الطوم غنخبط غير بالبصله، درت ليها دوك قطعة كبار، شفت اشنو غنقول اش غنسميوهم، المهم قطعتها كبيره. قولي لي مبروك، راني مشيت لدارك شريت العطريه، شريت العطريه قطعت الزيت ودي هنا. درت شويه د البزار، شويه د حرق المعرق، عرفتي ريحتو مجهده والله الا عزلتو بيدي و طحنتو. طحنو بيه راه الطعم ماشي لا زكي جنب. بنتي ضروري قلب عليا. هنا درت الملح، قرقر، السكنجبير، زدت ليه هو الزنجبيل،
الطاجين. هذا هو الطاجين ديالنا، غنحطه يتشحر مزيان، غيطيب غير بالماء ديال البصله، ما غاديش ندير الماء، غنقص عليه وغنخليه يطيب بداك الماء ديال البصله، وغنمشي نصاي شويه البركه بالماطه، ملي يبقى لي غير شويه ندير ليه نزيدو شويه شويه دسمو، نزيدو شويه الزبيب وشويه الربيع، شويه القرفه فوق من الزبيب باش تجي بنينه. انتوما كويداتي، راني صايبت المربى سقطه، شوف انت درت بها الخليط ديالي كي كنشخلط غنطلي غنطحنها غنزيد فيها الليمون، هي سخونة شوية درتها في التلاجين، أنا باقا سخونة شوية ولكن غندير ليها الكاسك، راه الكاسك مكيفارقنيش. الشمس ضربت في ضربت الشمس في لافابو، عرفتي الماء اللي لقيتو بحال هكا جبدتيه من فوق البوطا، القسم عرفتي راه واحد الشميشة عينيا يقولوا لك عينيا صافي، راه مابقاش قضيت نحلهم، انا ملي كيكون الحال سخون عينيا كيبكيو ليا بالسخون. لا بابا باش نغسلهم، واش كندير
كاملين الله قسم راكين ماشي كنخشش عليكم كنتم كيتسمى شي حاجه دايما كاين ولكن عرفتي علاش عرفتي علاش ما كنخدمش تكون عندي 12 كاس هي اللي كتقضى كل يوم زينة هادي دابا كنخش منهم جوج يعني كوعة 10 لا ماشي بقوة 10 هادو ديجا تهرسو بقاو فيهم بقاو فيهم ربعة يلا مرحبا بكم تغداو معايا مرحبا بكم تغداو اي واحد بغيت تغدا معايا اي وحدة المهم يكون بلادي بسم الله مرحبا بي هنا عندي محراش عندي ديك القاعدة ديال لازم بزاف عليه هذاك الخبز ناري ناري على الخبز كيحطو مع الطاجين عرفت داك الخبز ديال الفرنط انا راني كنحمق عليه وهذا الطاجين ديالنا وغنحط هنا شنو غنحط غنحط لك عرفتي مشى ليا الكاس ديال الشاي غنحط هنايا الكاس كاس الماء ونحط ديك الباربه ملي غتبرد وغنقول لكم باي باي عليكم اكويداتي الى الفيديو المقبل ان شاء الله ان شاء الله وبحول الله الا بقينا حيين شي شخص تكون كيوجعك اشوف يلا باي باي اكويداتي طلعوا ليا فريستون.